غدا إعلان المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن إحكام سيطرته على عدد من البلدات الصحراوية التي كانت تعد من معاقل الزعيم المخلوع معمر القذافي. قوات الثوار تؤكد وقف المعارك على جبهتي شرق مدينة سرت وغربها في خطوة بررتها بنقص الذخيرة والسعي إلى تنظيم الصفوف والحد من الخسائر المدنية. وقف القتال سيبقي سيطرة القوات الموالية للقذافي على مدينتي سرت وبني وليد بعد أن استطاع الثوار خلال الأيام الماضية السيطرة على مدينة سبها. وقوع مواقع عسكرية في سبها بيد قوات الثوار كشف عن وجود مواد يعتقد أنها مشعة كما ذكرت محطة CNN الأمريكية. الكشف الجديد أعاد للأذهان تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2004 بأن طرابلس كانت تخزن الكعكة الصفراء المستخدمة في تخصيب اليورانيوم لغايات نووية في مدينة سبها.